شعرنا بالقطب ولا بالعطب مش بالعطب ولا بالعطب مش بالعطب اللي هي ايام الغضب اللي هي ايام الغضب غضبة يا عشاق الحياة توصلنا بالفجر وضياء غضبة يا عشاق الحياة توصلنا بالفجر وضياء وتصحي حلم مخبية رحنا وعلك بينا انكتب اللي يا ايام الغضب هنخفي نارنا بالحطب ولا نخفي عارنا بالخطب ولا بالعطل مش بالعطل ولا بالعطل مش بالعطل اللي هي ايام الغضب اللي هي ايام الغضب اللي هي ايام الغضب نكفي نارنا بالحطب ولا نكفي عارنا بالخطب لا هنكفي نارنا بالحطب ولا نكفي عارنا بالخطب ولا بالعطل مش بالعطل حصل مني أرجوك أرجوك يا زينب تسامحين معلش أنا أصلي في حاجات كتير شغلاني اليومين دول مخلياني مضايق مع كل الناس مش معاك أنت بس ربنا يفك ايدك ويقولك اللي ببالك ومسكين عليا أنا مسامحك مسامحك من غير ما تعتذر كمان عاوز تقولها لي تاني لا يا زين لا تصبح على خير وانت من اهل خير وده اسمه كلام برضو يا نبيله اكيد مامتي غلطانه ده الكلام اللي انا قلته لها في الاول لكن بصراحة بقى التصرف بابا مريم ومش مفهوم المرة عقلي عقلي لا يمكن يصدقها التغيير اللي فيه عم ابراهيم ده سببه الشغل واكيد هو حاسس بحاجة غلط بس مش قادر يفهمها وانا غيري بقى اني نلومه قبل ما يغلط يا بنت يا زكريا يكون كلامك ده صح سالت وانقذت وانقذت ماما كمان هي مسكينة يا عيني عايشة في دايرة شك ملهاش حدود اطمني خالص يا نبيلة ما دمت مسكت الخيوط يبقى كلامي معاها هيكون واضح ومقنع والله باين اللعبه يا حلاوه معاك وشله الحراميه سعادتك تسيب الفيلا فورا وترجعي تاني الشقه المفروشه اللي هي كانت في الاساس شقتي
المجال انك عارف السكه اللي هتروحي عليه وهتلاقي المفتاح مع بواب العماره. الحمد لله على السلامه يا معتاد البيه، مصر نورت والله. شكرا يا مدير. قول لي انت شايف الملابس مش هتعدي الموضوع ده بسهوله؟ عم مؤكد يا سعاده البيه. اتكلمت معاه في التفاصيل؟ يعني شويه. انت ايه اللي قلقك دلوقتي؟ قلقان على سعادتك طبعا. علياني ما تقلقش عليا، انا ما حدش يجري ويعمل معاه حاجه. ايوه يا فندم، بس الاحتياط واجب برضه. سعادتك عارف الستات دول مجانين. سيبك من الموضوع ده دلوقتي، عايز اسالك في الموضوع اللي يهمني بجد. ايه اخبار المصنع؟ حقيقي انت حقيقي. يعني عجبتك؟ طبعا يا كل يوم بيعدي بكتشف فيك حاجات كتير قوي. واكتشفت ايه بقى النهارده؟ اولا ذكائك الاجتماعي حاجة، تقدري تكسبي اي حد لصفك حتى لو مش مستريح لك. ها؟ تقصد ايه بقى يا استاذ؟ تقصد ان مامتك وباباك ما كانوش مستريحين يعني من الجواز؟ لا يا حبيبتي مش بالظبط، يعني انا اقصد انهم كانوا متصورين ان بعد الجواز انت هتخطفيني منهم. مش ممكن، ما اقدرش اعمل كده ابدا. بالعكس، ده انا عايزاك تقرب منهم اكتر واكتر. وانا جنبي. افتح يا جمعه. اطلع شيل شنطه البيت من عليا. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيت. كنت فاكرني حد في خير وشر وابعد عنك واستسلم، مش كده؟ انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انا رحمي مر، وانت عارف كده كويس قوي يا مقتدر. يا ست الكل احنا في الشارع. سيبني فين معايا يا ياسين بطريقتي. ما تكونيش مخبيه مسدس في شنطتك ولا ايه؟ لا، المسدس لسه اول ما جاش، لكن انت اللي بيدك بيجي اول ما يجيش. انت هتهدديني انا على ميس؟ يا لميس هانم، ده مش مكانه ابدا، ندخل جوه الفيلا ونتكلم. انا قلت ما تعتبش جوه الفيلا نهائي، يعني ما تعتبش جوه الفيلا. مستحيل. ده انا جاي بقول يا ريت الكلام اللي سمعته ده يكون كذب. كل اللي سمعتيه صحيح وبالحرف الواحد. ما كنت عايز منك ايه؟ امضى تنازلا وحصلت عليها. انت بالنسبه لي دلوقتي تساوي صفر. اه يا نجم يا جبان. نسيم كلمني صبح المدينه. انا عايز افهم بس انت ايه اللي جابك هنا؟ اتصلت بالشركه وعرفت ان هو جاي. انا برضه ليا عيوني هناك يا نسيم، بس ما كنتش عارف ان هو نادل للدرجه دي. انا مقدر ظروفي، بس انصحك تبعدي عن طريقه وتسكتي خالص. برافو على المستحيلات. ده اخد احلى ايام حياتي، ودي كمان غالي قوي يا نسيم، غالي قوي. نسيم انت هتساعدني. انا؟ ايوه. انت مش قلت لي ان في ايدك اللي ممكن تهدده بيه؟ ما هو اللي يهدده يهددني، هو احنا مش كنا شركاء في كل حاجه؟ ارجوك يا لميس هانم، انت منفعله دلوقتي ومش هتعرفي تفكري كويس. روحي ارتاحي ونتكلم في وقت تاني. ارتاح؟ اقسم بالله، اقسم بالله ما هرتاح، ولا هيهدى لي بال غير لما اخلي النجل ده يدفع تمن اللي عمله معايا لنادي. لازم الاهانه تترد له. اهانه تكون اشد. اهانه ما ينفعش العمر كله. بس يا مقتبل، لقيتها. هو ده الخنجر اللي هينسف غرورك وهيخلص عليك خالص. ماشي يا مقتبل. يا سعد قول لي بقى، غضبان علينا كده ليه؟ اعوذ بالله يا سعد البيت، انا بس حاسس يا عمكم مستقلين بيا، انا مش مطمنين من الشغل تقيل. مين بقى اللي قال لك الكلام ده؟ ما هو عمليه بتاعت الجمعه الجايه، ليه ما اروحش انا بنفسي واخلصها من الجمارك؟ ده انا حلو قوي يا دكتور، بس انت جربني. اصبر على رزقك شويه، لا دي اول عمليه ولا اخر عمليه، وبكره الشغل هيهل علينا وتقوم جدود ب 10 يساعدوني. فشل، ده انا اشتغل اكتر من 10 كمان. انا جامد، بس اخد قبل 5 منهم. لا حدق. عايزك بقى تطلع من دماغي دلوقتي وتروح تعمل لنا كوباية قهوة أعدل بيها الطاسة. بالعنايه تحت أمرك يا دكتور. تتكلم مع مين بقى يا نسيم على الصبح كده؟ ما عندكيش فكرة أنا مبسوط قد إيه إني أسمع صوتك وأكتبني معاه يومي يا ست الكل. أفندم؟ بقول لك لازم أشوفك يا نسيم. لا، مش هينفع في التليفون.
حاضر يا ست الكل، تحت امرك، بس ارجوكي ما تتاخريش، مش لازم احنا الاثنين نخسر كل حاجه ولا ايه؟ حاضر، سلام. الصبح كده؟ نعم؟ حاجات مخصوص ده ايه؟ عليا انا برضه هتسيب؟ هبقى اسمع منك بعد كده كل حاجه بالتفصيل. المهم دلوقتي انك انت لازم تعدي على اسماعيل فارس النهارده. ايوه يا نسيم، امال بكره؟ اسماعيل فارس مش هيستناك لحد ما تخلص مواعيدك. ده هتلمت على بال ما قدرت احدد ميعاد معاك. اسمع الكلام يا نسيم، ما تضيعش علينا الفرصه. ايوه يا عم، لا يا عم، بس انت خلي بالك من كل حاجه، وان اي حد سال عليا انا ولا الاستاذ نسيم احنا الاثنين في مصنع اسماعيل فارس. طب والقهوه يا دكتور؟ لا تشربها انت بقى. مرحبا بالشغل. يا حبيبتي، بس انت لابسه كده بدري، على فين يعني؟ اوه، هنخرج سوا، هنبعت الجواب اللي انا لسه بكتبه دوت في البوسطه، وبعدين حضرتك هتعمل مكالمه تليفون مهمه جدا لمندوب الوكاله وتقول له الشغل في الطريق. لا، دي اسرار شغل. وبعدين انا كاتبه اسمك في الموضوع. يعني كاتبه اسمي في الموضوع؟ مش عايزين اعرف ايه الموضوع. متعطلنيش بقى، سيبني دلوقتي عشان اقدر اخلص الجواب براحتي، وبعدين انا هصور الجواب ده صوره وتبقى تقراه بنفسك، علشان كمان تبقى تعرف تكتب بنفسك بعد كده. انجليزي؟ لا، يوناني. طب اعرف يوناني ازاي؟ ما هو انا بقى هبقى ترجمهولك، وبعدين بقى ما تعطلنيش. حاضر. بسرعة يا حسين. ادخل. تحت امرك. اقعد يا حسين. الرسمة دي هي اللي سميناها مهندس تنفيذ، مش كده؟ طبعا يا فندم. من مخه؟ يا فندم؟ قصدي يعني هو اللي صممها من مخه، ولا مختبر بيه هو اللي طلب منه بالتحديد؟ اعتقد يا فندم ان مختبر بيه بيتدخل في كل حاجه، ومفيش حاجه بتتم الا بامره. نقش جميل، كانه من نوع الزخرف في الاسلام المدروس. العلم اتقدم يا مدير بيه، واصبح كل حاجه سهله. بقول لك يا حسين، عايزك تلم لي كل الرسومات اللي اترسمت كبروفات ورست في الاخر على دي. ليه يا فندم؟ الرسمة دي مش عاجبة حضرتك وعايز تعمل غيرها؟ شركة تعجبني رسمة تانية اقترحها على مقتبل بيه في الإنتاج اللي جاي؟ حاضر يا فندم. بس ما تأخرش عليا. عن إذن سعادتك. اتفضل. لا يا ست الكل، ما أقدرش أبدا. ليه ما تقدرش؟ أنت بنفسك اللي كنت عايز تشيل إيدك من عملياته الأخرانية، لولا أنا اللي منعتك وقلت لك إنه هيأذيني، وديني اتأذيت حتى بعد ما حطيت إيدك في إيدي. ايوه بس وقوفي دلوقتي ضده مش في مصلحتي انا شخصيا، هيعطل لي اعمال مهمه المكاسب ملهاش اخر. اسمح لي اقول لك انك عبيط. ليه بقى يا ست الكل؟ ليه الغلط؟ يا افندي لازم تفهم ان ما دام خلص مني ده هيخلص منك وفي اقرب فرصه كمان. ايه؟ يخلص مني؟ طبعا، الخطه واضحه ومكشوفه. يقربنا منه لحد ما ياخد مننا اللي هو عايزه، وبعد كده يرمينا ويتلبس بالسكك تنهشنا. فهمت يا نسيم؟ يعني تقصدي ان بعد ما خلصنا صفقة الرخام هيخلص مني؟
مؤكد. ومن ابراهيم المنشاوي كمان. بس يبقى هو ابراهيم المنشاوي. مال ابراهيم؟ نرميله الطعم، نفهمه خطورة العمل واللي مضى عليه، وانت عارفاه كويس مش هيسكت، وفورا هيبلغ عنه. بتهيألك. انا متأكد وعارف ابراهيم كويس. ينسي ابراهيم لو حس هيخاف، هيفتكر الرجل جت في الخيمة مغتبي، وده راجل ليه تاريخ واسمه اللي خاف عليه. لا طب هنعمل ايه بس؟ مفيش حد يقدر على مغتبي اللي انا وانت بس. ازاي يا ست الكل؟ على أنفاس منتعشة تحت القناع؟ جرب غسول الفم الجديد من بارادونتاكس مع الزنك، يستهدف البكتيريا التي لا يمكن أن تصل إليها الفرشاة وحدها. غسول الفم الجديد من بارادونتاكس مع الزنك للحفاظ على رائحة منعشة. بعد الإفطار ضغط العمل يزيد، ما في وقت للصداع. بانادول أكتيف فاست يمتص الجسم مرتين أسرع لتسكين الألم. من برنامجكم آخر الأسبوع لنقضي ساعة كاملة مع الطرفة والنعم. شوف لمك لازم أشوفها ليه ما نعرف. أهلاً أهلاً. ده أنا حفرق أول حيط سامع بيت جابوا ثالث ولا عبد ربه ولا ساحة تحمه. يا مصيبة. شكرا مصيبة. شكرا. آخر الأسبوع الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات. الحقيقة اسماعيل بيه مش عارفين من غيرك كنا خلصنا الموضوع ده ازاي. حقيقي اتصالاتك عظيمة ومهمة. طب نستأذن بقى يا معلم. ليه ما انتوا قاعدين؟ متشكرين جدا، يا دوب نقدر نقضي امورنا. ماشي يا دكتور، مع سلامة الله. الله يسلمك. مع الف سلامة. السلام عليكم يا معلم. استنى انت، انا عاوزك دقيقة. خير؟ انا مش كنت وعدتك بمستقبل كبير هيتفتح ما بيننا؟ ده كل منايا يا معلم. اخبارك ايه في الاخضر؟ اخضر؟ الدولار خفيف والله. ما هو ده اللي هينزل قشة في السنين اللي جاية كلها. ها ليك فيه ولا هتخاف؟ اخاف؟ الكلمة دي ما بفهمهاش يا معلم، ما خدتهاش في المدرسة. خلاص يبقى استبيلة. ازاي بقى؟ طيب بتبصلي باستغراب خالص من ساعة ما بعتنا الجواب وتقدمتهولي. بصراحة حبيبتي بقى أنا مش مصدق. هو إيه اللي أنت مش مصدق؟ مش مصدق المبلغ الكبير اللي هتدفعولي في الوكالة عشان شوية الكلام البسيط اللي أنت ترجمتيه. طبعاً. طبعاً إيه؟ ده كلام ملوش أي أهمية. أنت بتتكلمي عن الهرم. السياح دول بيتكلموا عن طباعتهم عن مصر. كلام أي حد يكتبه. صحيح. انت بتقلل من قيمه شغلي ولا ايه؟ لا حبيبتي انا مش قصدي، مش انا عايز اقول ان انا كنت منتظر ان في قضايا مهمه تتكلمي فيها، حاجه جديده تطرح مش الموضوعات البسيطه دي. خلاص ورينا شطارتك واكتب لنا انت بقى موضوعات مهمه. زي ايه يعني؟ كنت تسالني انا؟ اسال نفسك. شوف انت كنت متخيل ان انا اكتب عن ايه واكتبه بنفسك؟ برضه انا مش فاهم ايه الموضوعات المطلوبه مني. اي حاجه، كل حاجه، اي معلومات عن مصر. معلومات؟ اقصد يعني ان اي شيء من اللي بيدور حوالينا دلوقتي، يعني مثلا بناء فندق جديد، قرار سياسي واثره على الناس، ارتفاع في الاسعار، حتى اخبار الرياضه مطلوبه جدا. اصلها بتعمل جو فني غريب. هو ايه بس اللي غريب يا حبيبي؟
يعني انا معرفش الوكالة ايه اللي يهمها من ده كله. ازاي بقى يا استاذ؟ انت ناسي ان الجاليات المصرية عددها كبير جدا في اغلب الدول، ودول بيهمهم يعرفوا ايه اخبارنا عشان ما يحسوش بغربة وهم بعيد. وكمان الجاليات العربية بيهمهم يعرفوا تفاصيل عن مصر. الكلام اللي قلته ده صعب، ما تقدرش تعمله لوحدك؟ ابدا لا صعب ولا حاجة. لا صعب، وعشان توصل له لازم تتعب. انت تحاول تجمع شغل من كل اللي تعرفه، من باباك، من مامتك، من حاج عليش، من ابنه، من كل اللي تعرفه. وخلي بالك ده هيخليك جوه الاحداث، ومش هيحسسك انك غريب في وسط بلدك زي ما قلت لي قبل كده. انا هديلك شهر مهله تجمع فيها شغل على راحتك، وبعدين بقى نبتدي الشغل. الو؟ ايوه يا فندم، انا حسين اسهم. ايوه وصل مكتبه سعاده البيه. كل حاجه تمت زي ما حضرتك امرت بالظبط. لا طبعا كل الاوراق. لا يا سيدي، انا عايزك تجيلي بنفسك وباسرع ما يمكن. بقول لك ايه، الاوراق اللي معاك دي مش عايزه توصل لحد نهائي ولا حتى نسيم، فاهم؟ طيب طيب، يديني بقى المنشاوي. إظهار الأمر هيتم بأسرع مما كنا نتصور، ونتفرغ بعدها بقى لمسألة الأوتيل. يا ريت، ده برضه كان عشم فيك. ألو؟ يا إبراهيم بيه؟ يا عم أنا، أظن يعني من أبسط الأمور ومن حقنا يعني نعرف لما سعادتك تكون رايح مشوار ولا وراك حاجة مهمة ولا هتنزل في حتة. إحنا نستغنى. قول لي بقى يا سيدي، كنت فين؟ يا فندم ده كان مشوار خصوصي. لا أنا آسف. أي أوامر؟ أيوه. أنت طالع بكثافة أكتر كمان من الكميات المطلوبة سعادتك. ممكن المطلوب يا فندم يبقى جاهز على أول الأسبوع اللي جاي. ماشي؟ صباح الخير، صباح الفل. أهلاً. الله الله. مبروك ما جابلك. انت اللي قعدت هنا؟ ايه؟ في مانع ولا ايه؟ لا 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 ابدا، مفيش اي مانع. انا فعلا بقول لك مبروك من قلبي، ولو اني لازم بقى انصحك نصيحه ما دمتي قعدتي على الكرسي ده. يعني ايه يا استاذ؟ تكير ست الكل. صحيح الكرسي ده غالي وله بريق، لكن مسؤولياته كبيره قوي، والغلطه فيه ما اقولكيش. اعوذ بالله منها. انا ما غلطش بسهوله، وبعرف ايه اللي مطلوب مني كويس وفي اي موقع. اتمنى يا ست الكل، اتمنى انك تتعلمي من غلطات الغير وما تكرريهاش. الو؟ ايوه يا فندم، موجود قدامي. حاضر. مكتب البيع عاوزك حالا، اتفضل. طبعا فهم اني وصلت من غير ما تقولي له. مش بقول لك خطير، والشغل معاه محتاج حذر. ربنا يقويكي. باي باي. واضح ان اسماعيل فارس هيحط العمليه دي كلها في جيبه. يا سلام، اسماعيل فارس حياكلك قالوا كده ليه؟ نصيبك فين؟ انت عارف طبعا ان انت مصلحتك تهمني قد اسماعيل فارس 300 مليون مره، وحاسبت لك. اهلا نسيم، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. منور يا عزيز بيه، ده ايه المفاجآت الحلوة دي؟ اقعد يا نسيم اقعد. بلغني انكم زرتوا الصبح اسماعيل فارس انت والدكتور صبري ادهم. ايوه فعلا يا عزيز بيه، ما هو سعادتك عارف المكتب يعني. يا حبيبي بتعجبني قوي وانت خجول وحيي ومتردد في الكلام كده، وتتكلم على طول يا راجل. عزيز بيعرف ان انا فاهم كل حاجه، وان انا موافق على الصفقه دي وبمزاجي. ده حقيقي فعلا. وبعدين المفروض ان مقتبل بيه مش المفروض يبقى بعيد عن الصوره في اي عمليه، لان ممكن نستفيد بخبراته وارائه، ولا ايه؟
فعلا يا عزيز بيه. انا شخصيا بالرغم اني مش حاسه كتير بالعمليه دي، لكن ببارك شغلك انت وصبري. احنا ديك الساعه لما نكسب 2 شبان جداد ويدي السوق طاقه وحيويه ونشاط. متشكر جدا يا عزيز بيه. حبايب انتوا الاثنين متشكر جدا. بطل المجاملات دي، نتكلم في الشغل اهم. تحت امرك. شوف يا استاذ نسيم، العينه بتاع رخام الاسد اللي انت جبتها ما هياش كفايه. ليه يا فندم؟ مش دي اللي كانت مطلوبه بالاسم وبناء على الاتصالات مع اوروبا؟ يا سيدي اتضح ان اللي مطلوب مش قطعه واحده، لا قطعتين. والقطعه الثانيه اهم من القطعه الاولانيه كمان. بسيطه يا فندم، حددها لي سعادتك وحدد لي مكانها وانا نفذ فورا. ماشي. هتلاقي في صحن الجامع منظر بالشكل ده. اعتقد ان انا عارف مكان الجزء ده بالظبط. على فكره كويس انك عارفه. عايزين منه بقى عينه او قطعه عباره عن 50 سنتي في 50 سنتي، مش اقل من كده. وخلي رسم معاك. حاضر يا فندم. تحب امتى؟ احب امتى؟ احنا لسه هنفكر الليله. ياه، الليله؟ ايه، في مايا؟ ولا انت مشغول بصفقة الأغذية؟ اه فعلا يا عزيز بيه. نسيب سيبها على الله، وانا واثق ان عزيز بيه هيخلصك من كل اللي شغلك. ايوه يا فندم، بس احنا مش عايزين نتائل على عزيز بيه، احنا عارفين مشاغله كتير. هتتائل بايه؟ ما هو كل شيء بتمن. ولا انت فاهم ان عزيز بيه يعمل حاجه لوجه الله كده؟ لا يا فندم، ازاي بقى؟ ده انا عن نفسي مش عارف اقدر مجهود عزيز بيه ازاي. انا هقول لك ممكن تقدره ازاي. وبعدين انا يعنيني جدا ان عزيز بيه يكون شريك ثالث معاك انت وصبري. ده فعلا يبقى شرف لينا. يا راجل ما بلاش، هو مقتبل بيه يقصد ان احنا مش لازم نسيب اسماعيل فارس يشتغل كده لوحده في السوق ويكبر، ولا مش فاهمني؟ ايوه صح، اظن انا قلت كلام شبه كده بالظبط. ايوه فعلا يا فندم. اصل وقوفكم لوحديك وانت وصبري قصاد ظهور زي اسماعيل فارس يضيعكم ياكلكم، انما لما يسندكم عزيز بيه هتبقى سنده بجد. مين؟ معلم معلش يا ست محاسن، يا ترى منصور افندي موجود؟ ايوه يا معلم، ثانيه واحده. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واد يا فندم. عامل يا معلم. دخل امان اللي معاك جوه. حاضر يا معلم. اهلا. ده معاذ يا منصور افندي، انا كارس كده من غير ميعاد. لا ابدا، تحت امرك، اتفضل. امري لله. اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه ده يا معلم؟ مكنة التريكو اللي طلبتيها مني يا ست عايده، هو احنا لينا بركه الا انتي؟ مكنة التريكو؟ ايوه يا معلم، بس يعني حقها. الحق مدفوع يا منصور افندي. مدفوع يا خالي. انا بعت الفلوس للمعلم عليش. يعني لما مؤاخذه يعني ما كنتش مستعجل عليها، احنا نخدم الست عايده بعنينا الاثنين. ربنا يخليك يا معلم ويقدرني ارد لك كل فلوسك. لا حول ولا قوه الا بالله. هتزعليني ليه بس على المسا يا بنتي؟ هو انا كنت طلبت منك حاجه ولا فتحت بوقي بحاجه؟ كتر خيرك يا معلم، ما انت مش لازم تتكلم، ده حقك ولازم تضمن انه يرجع لك. يا راجل، هو مين اللي يقدر يضمن حاجه؟ يمين بالله اللي دفعته للست عايده ده بعتبره واجب عليا ومش منتظر رده. ازاي بس يا معلم؟ جرى يا ست محاسن، مش عايده دي زي بنتي؟ طبعا يا معلم. انا خلاص، في اب في الدنيا يطلب عوض على اللي صرفه على بنته؟ العوض الحقيقي ان اشوف الست عايده مبسوطه ومرتاحه ومش محتاجه لحاجه ابدا. مشكله فعلا يا ابراهيم، مشكلة ضخمة ومن الصعب انك توصل فيها القرار. تعرفك انت لسه مش مقتنع ان حياتي من غير لميس ملهاش معنى؟ يا سيدي ده احساسك انت، انما احاسيس ومشاعر الناس اللي حواليك مش لازم نعمل حسابهم. البني ادم مش عايش في الدنيا دي لوحده، والواجب عليه واجبات. طول عمري يا اخي ما بلفش غير التعليمات والواجب. اظن جه الوقت ان انا اخد كل حقوقي، اظن جه الوقت ان انا اعيش لنفسي وبس. متاخر يا ابراهيم، متأخر قوي، ومسؤولياتك دلوقتي تحتم عليك. أنا مش عايش العمر كله مفروض عليا. إيه اللي أنا قصرت فيه؟ أنا أديت رسالتي بالكامل، رسالتي كمقاتل ورسالتي كرب أسرة.
انا مراتي مش هدخل عليها باي شيء، هتاخد كل حقوقها وهي قاعده معززه ومكرمه في بيتها يا سيدي. يعني بعد العشره الطويله دي كلها تبقى مجرد طابلوه في البيت، وانت تخرج تروح تعيش حياتك مع مراتك الجديده وبولادك اللي عاشت معاك الحياه بحلوها ومرها، اللي شافت ايام نجاحك وتعبك تنتهي تتنسي وتعيش من اربع جدران تاكل وتشرب وتنام. بالله عليك طيب اسمه عدل؟ مش ممكن يا رفعت، مش ممكن ابدا. كل اللي باخد رايك تسمم بدل الكلمتين الوعظ بتوع الدول كده. يا ابراهيم معلش انا غلطان ان انا بشور عليك بما يرضي الله ويرضي ضميري. متشكر يا سيدي على النصيحه، متشكر قوي. انا مش هعمل الا اللي يريحني وبس، مش هرضي حد على حساب نفسي. انتوا فاهمين ولا لا؟ ارحم. يا خساره يا ابراهيم. خبره يا عم الحاج، انت ما سمعتش كلامي ولا ايه؟ كراهي يا علي يا ابني، انا من يوم ما شفتك عمرك ما كلمتني بالشكل ده. انا بس كنت عاوز اقول ايوه، كنت بتقول لعقل بالك ان فلاح اهبل عبيط جاي من ورا الجاموسه ما بفهمش حاجه، لكن لا انا فاهم كل حاجه وعارف ايه اللي كان بيخليك تيجي هنا وتلعب عليا. العب عليك؟ ايوه، ما سبناهاش غير كده. انت بقى يا ابني ما انتش جريان باللي بتقوله. ايوه والله عال، وكمان عملتني مجنون. انا بس كنت عاوز افهمك. ما تفهمنيش حاجه، ورجلك دي ما تعتمش المكان ده تاني. انت بتقول ايه يا علي؟ ايه اللي بقوله؟ والفلوس اللي انت خدتها روح خليهم يدفعوك. ايه يا علي؟ انا من اللحظه دي مش عايز حد يسامرني ولا يشغلني، صعبه دي. يا ابني انا بس كنت عاوز اقول لك. اسمع بقى يا راجل، انت انا صابر عليك ومستحملك لغايه دلوقتي احتراما لسنك ولانك قد ابويا، ولو ان ابويا عمره ما خان عهد ولا مد ايده. مع السلامه. انا كنت حاسه ان الكلام واقف على طرف لساني ونفسي اقوله بس مش قادر. مالكيش حق يا ماما وسبتيها. طب هعمل ايه بس يا بنت؟ خليني اكمل غصب عنه. كنت تشجعي على الكلام مش تسيبيه وتنامي. خفت. خفت من ايه بس؟ كنت حاسه كده في عينيه بندم وقلق، وحاسه ان هو عاوز يعترف لي بمصيبه بعد عنه. يا رب يكون كلام زكريا صح، وتطلع المساله كلها مساله شغل، وكده بقى يا ستي تبقى المشكله اتحلت وعرفت سبب تغيير بابا. مساء الخير. مساء النور يا عمور. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا بنتي. مالك يا بابا؟ قلقان من حاجة؟ أيوة بنتي قلقان. خير إن شاء الله. كويس إنك هنا مع ماما عشان عايز أتكلم معاكوا كلمتين، ما أقدرش أخبيهم أكتر من كده. عم رضوان، أنت إيه اللي ميعادك هنا؟ أنا سألت عليك في بيتك، قالوا لي إنك نزلت من نص ساعة، قلت هلاقيك هنا بس جوه الجامع مش على الرصيف. الله، مالك يا عم رضوان وما بتردش عليا ليه؟ عم رضوان. خلال الليل انطلق الحين بأحلامي بلا انقطاع، فلا تسريب يزعجني ولا تغيير يوقدني، سأكتشف الكواكب وانتقل بينها، وأخيرا حمايتي متكاملة بدون تغيير مع بامبرز ليلية، لأنها مخصصة للنوم مع طبقة إضافية تحفظ البلل. الليلة سأنام طفلا واستيقظ بطلا.
جربوا بامبرز كيلوتس ليلية. هل تريد المحافظة على أنفاس منتعشة تحت القناع؟ جرب غسول الفم الجديد من بارادونتاكس مع الزنك، يستهدف البكتيريا التي لا يمكن أن تصل إليها الفرشاة وحدها. غسول الفم الجديد من بارادونتاكس مع الزنك للحفاظ على رائحة منعشة. الحزن مقطع قلب الكل. اللي ممكن يحصل لنا روك؟ أنت تسرين رعبي بهذه الكلمات. العملية دي حتتم يعني حتتم. أنصحك إنك تحكم ضميرك. نفذ اللي طالبه بالظبط. هي الكلمة اللي عندك تطلع برا. معين فارس ما يتهددش أبدا. خططهم هيبتدي ينكشف بالتدريج. أنا هغامر مغامرة زي دي من غير ما أكون حاسبها كويس. لا لا لا، ما عملتش حاجة زي دي أبدا. سنوات الغضب يوميا 10 مساء على قناة ذكريات. حضرتك قلت إنك عايز تكلمنا في موضوع مهم وبعد كده سكت. حضرتك قلقان من حاجة في الشغل؟ شاكك في حاجة في الشغل؟ طيب في إيه يا بابا؟ أرجوك اتكلم. نبيلة، تفتكري طول السنين اللي فاتت دي كلها ما كنتش الأب المثالي اللي تفتخروا بيه؟ أكيد حضرتك عارف الإجابة. طبعاً كنت الأب المثالي وأكتر من مثالي كمان. كفاية إن إحنا في وسط الناس بنفتخر إن إحنا ولاد العميد إبراهيم المنشاوي اللي شال روحه على كفه وكان مستعد يقدمها عشان مصر كلها تعيش. وأنت يا زينب، تفتكر طول السنين اللي فاتت دي انا قصرت معاكي كزوج باي صوره من الصور؟ ابدا يا اخويا ابدا. ده انا بحمد ربنا وبشكر فضله انه هداني بيك. يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقني بنسبه 80% ان انا اخليكوا سعداء وراضين. ولازمته ايه الكلام ده يا بابا؟ لازمته يا نبيله ان كل واحد فيكم طول السنين اللي فاتت دي كلها ما فكرش هل انا سعيد بنفس النسبه ولا لا. اكيد طبعا حضرتك كنت سعيد، لان ربنا وفقك بزوجه مطيعه وام مثاليه لاولادك، وسعيد كمان باولادك اللي نجحوا وتعلموا وشقوا طريقهم في الحياه. دي سعاده عامه يا نبيله، سعاده انسان ادى رسالته وارضى ضميره. لكن السعاده الشخصيه بقى، سعاده الذات، إن الإنسان يحس بمتعته هو. كل واحد فيكم بقى سعيد من غير ما يفكر في سعادة شخص واحد. سعادتي أنا. هو ده اللي أنا كنت حاسة إنك أنت عاوز تقوله من إمبارح يا إبراهيم. كنت حاسة وهو جواك من زمان قوي. ماما، معقول اللي بتقوليه ده؟ أيوه يا نبيل. أنتوا كنتوا لسه صغيرين ما تفهموش حاجة. وكمان ما حضرتوش اللي حصل زمان. جوازي من ابوكم ما كانش زي الجوازات بتاعت الايام دي. ما حبنيش. ايوه يا ماما، لكن لكن ايه يا نبيله؟ لكن الحياه استمرت يا بنتي. امك انسانه ممتازه وزوجه ممتازه، قدرت تحافظ على بيتها وتربيكم تربيه كويسه. كنت دايما حاسه انك انت بعيد عني بقلبك. كنت دايما حاسه ان في حته كبيره واقفه بيني وبينك، وكل ما احاول اكسرها مش قادره كمان اعديها. يعني كل السنين اللي فاتت دي ما قدرتش اخليك تحبني يا ابراهيم. هقول لي بسمعه دوت حقيقي. أمك عندها الشجاعة الكافية يا نبيلة، قدرت تقول كل اللي أنا عايزه، وفرت عليا السكة وقصرت المسافات يا بنتي.
كنت عاوزني اقصر المسافات اكتر واقول لك اللي جواه. في واحدة يا ابراهيم ما تحاولش تنكر، مش واحدة وبس، لكن كمان بتفكر انك تتجوزها. بابا الكلام ده صحيح؟ ايوه نبيلة. ايوه صحيح. معقول يا بابا؟ انا ما كنتش مصدقه ماما لما كانت شاكه فيك. انا ممكن اصدق اي حاجه في الدنيا الا الموضوع ده. ليه يا نبيله؟ وانا مش انسان زي كل الناس اللي حواليكي ولا ايه؟ لا انت مثل اعلى، انت حاجه تانية، مستوى تاني. لا يا حاله بنتي، انا مش هحرمكم من اي شيء، مش انا. بابا انت بتتكلم زي الناس اللي ما بيفرقوش بين المشاعر والحجاره. بابا أنا لا يمكن أوقف على الوضع زي ده. مالكيش حق يا نبيل. ماما أبوكي صح يا نبيل، مفيش شرع ولا قانون أبدا يمنعه من اللي هو عاوز يعمله. الذنب ذنب، أنا اللي معرفتش أحافظ على قلبه، معرفتش أديله اللي راح يدور عليه عند حد غيري. أنت بتقول إيه يا ماما؟ أنا بقول الصح. شكرا ابراهيم، شكرا انك صرحتني وعملتلي قيمه وجيت تاخد رايي انا وبنتك. كان ممكن تكتم في قلبك وتعملها من ورانا، مش كده وبس، كان ممكن كمان تضحك علينا وتسيبنا كده وتعاملنا كويس واحنا ما نحسش باي حاجه ابدا. لكن مش انت مش من الهوى عملك كذاب، سكنت الجوازه دي هتخليك احسن، مفيش حد هيلومك. اتجوز براحتك، اعمل اللي يعجبك. اديني نفذت كل اللي قلت لي عليه سعادتك بالحرف الواحد. هي مبسوط مني سعادتك؟ اه طبعا مبسوط منك خالص يا بطواله، مبسوط جدا، وعلشان كده هكافئك. ايه والله ما له لزوم يا سعاده البيه، خيرك سابق ومغرقني. يا واد اسمع ما تبقاش اهبل، المكافاه اللي تجيلك كلبش فيها ما تخلاش تنفذ من ايدك. ما حدش ضامن الخير اللي يجيله يرجع تاني ولا لا. والله معرفه سعادتك كلها في ايدي. طب يا اخويا مد ايديك. ايه ده كله يا سعاده البيه؟ فلوس يا غشيم. عشاني؟ علشانك ايه يا تحفه؟ ده انت لو اتبعت على بعضك كده ما تجيبش نص اللي في ايديك. انا بقول كده برضه، امال سعادتك عطيهم لي ليه؟ علشان تتاجر فيهم. ايه؟ اتاجر في الفلوس؟ دي تجاره ما نزلتش بلدكم قبل كده. طبعا متنح لي ومبرق لي ولا انت فاهم حاجه؟ مش في خواجات بيجوا المكان ده يزوروا ويتفرجوا على النقوش؟ يوه زي الهم على الان. حلو قوي. الاجانب دول بقى بيبقى معاهم فلوس كتير، فلوس اجنبي يعني، دولارات. سمعت عن الدولارات قبل كده؟ طشاش يا سعاده البيه. على خيره الله، هقول لك بقى على اللي تعمله معاهم بالظبط. هتسوس؟ ما تسوس من مين؟ ما تقول كلام معقول. مش ممكن. في ايه يا زكريا؟ الراجل ده خارج من جوه الجامع دلوقتي ازاي؟ وكان بيعمل ايه؟ الراجل اللي عند العربيه دي. ايوه. انت متاكد انه خرج من جوه الجامع؟ طبعا يا عم رضوان. امسكوا يا زكريا. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين يا زكريا؟ انا
بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه؟ بقول لك بابا اخذ اخطر قرار في حياته، تقول لي مصنع وشغل، ما يولع المصنع على الشغل. لا يا نبيله، لا يا حبيبتي، مشكله بابا مع ماما مشكله شخصيه، صحيح ممكن تاثر بشكل او باخر، لكن ممكن برضه نبعده عنها خالص. انما المشكله الاخطر هي مشكلته في الشغل. اللي ازعجني ان موضوع الجوازه دي هو اللي شاغل كل تفكيره. ما هو معنى كده انه يا اما بقى مش داريان باللي بيحصل حواليه، يا اما ايه يا زكريا؟ انت بتشك بابا؟ لا يا نبيله، انا مش بشك فيه، انا عايز احافظ عليه. انت ليه بس ما قلتليش على الموضوع ده واحنا هناك؟ كنت طلبت منه اقعد معاه واكلمه. يلا انا هقول ايه بقى اللي حصل حصل، خلينا دلوقتي نفكر في اللي جاي. زينب. نعم يا سبحانه. نعم، تؤمر بحاجة؟ الأمر لله واحد يا زينب، تعبتي نفسك ليه بس وقمت بدري؟ ده شيء أنا متعودة عليه، ما أقدرش أغيره. وبعدين يعني هو كان إيه اللي حصل؟ حقوقك ولازم تاخدها. هدي أنت عظيمة يا زينب، ومهما قلت لا يمكن حوفيك حق. تعيش، دي مجاملة حلوة منك. طب عن إذنك هروح أشوف المطبخ. زينب سامحيني، ما كانش بإيدي يا زينب، ما كانش بإيدي. عارف أنا مسامحاك. شك سيادتك ابتدى يبقى حقيقي، وانا شخصيا ابتديت اقتنع بيه. لسه برضو يا زكريا كل دي مجرد استنتاجات. اي نعم زادت وقربت تبقى شواهد، لكن لسه محتاجه مجهود. انت واجهت حماك ولا لسه؟ الحقيقه لسه. ليه؟ جدت عندي يا فندم بعض الامور الشخصيه عطلت كلامنا شويه، لكن مؤكد هكلمه. لو قدرنا نعرف شويه تفاصيل عن نشاط مصنع الرخام مؤكد هنوصل لحاجه. المسائل واضحة جدا يا فندم، شكل مخيف من اشكال التهريب. اثار البلد الاسلامية وزخرفها بقت لعبة في ايديهم. يا حضرة الضابط ما تحكمش من غير ادلة. طب انا عندي فكرة يا فندم، ممكن قوي تقطع الشك باليقين. اللي هي نطلب من ادارة مكافحة سرقة الاثار انها تعمل معاينة سريعة للجامع، وانا متأكد ان النتيجة هتكون في صالحنا، وبكده نقدر نثبت ان مصانع الرخام هي اللي مسؤولة عن التهريب ده. بس زي يا زكريا، ومعقول عايشين جوه مصنعهم؟ عينات كانوا بياخدوها؟ لا مستحيلة، المسألة محتاجة ترتيب، يقعوا فيه متلبسين وما يقدروش يفلتوا. يبقى يا فندم ما فيش غير اننا نطلب مراقبة الجامع. اكيد نسيم الدرمالي هيرجع ويحاول يدخل تاني. كل ده نفكر فيه، بس خطوة مصنع الرخام لازم تبتدي مع حماك الاول في نفس توقيت شغلنا مع شركة نسيم وصبري. لقد تعطلت بي السيارة لحظات. إلى أين ستتجهي؟ يجب أن ألحق بمكالمة جو قبل أن يغادر المكتب. ما أخباره؟ جيدة بشكل عام. هل نجحتي ووصلتي من هذا الإنسان إلى شيء يوازي حجم تضحيتك الرهيبة إلى حد الاقتران به؟ أعتقد أني ما حققته إلى الآن نتائج مرضية، وأتوقع المزيد في وقت لاحق. اتضح ان الحي الذي يقطن به مصطفى كنز من الكنوز النادرة، ان به من يعملون في المباحث والبوليس، وبه ايضا من شارك في حرب 73. اوه، this is great, this is very good. هذه اشياء مشجعة بالفعل، انا نفسي لم اكن اتوقعها. يا ابراهيم بيه، مشاورك كترت اول من دول. لا ابدا، مش عتاب ولا حاجة. لا ماشي يا سيدي، نستحمل احنا امورك الشخصيه دي تحت امرك. بقولك ايه من فضلك، انا هبعت لك رسومات جديده فيها تصميمات عملها المهندس بتاع التصميمات عندنا هنا، عايزك تعرضها على مهندس التنفيذ وتخليه ينفذها بمنتهى الدقه.
بس من فضلك الوقت مهم جدا بالنسبة لي. العميل مستعجل والصفقة دي مش شوية. طبعا سعادتك فاهم، انت سيد العارفين. ماشي يا ابراهيم بيه، اهلا بيك، تحياتي، مع السلامة. يا استاذ حسين انا عايزك تفوت على مكتب ست شيناز تاخد منها التصميمات الجديدة وتوديها له، وبعدين عايزك تراقب مهندس الانتاج والتنفيذ بمنتهى الدقة. تحت امرك يا سعادة البيه. يلا اتفضل انت دلوقتي. انا اذن سعادتك. السلام. يا من الغضب ذو اسلو النصب، يا ايام الغضب ذو اسلو النصب، يا ايام الغضب ذو اسلو النصب، بس ولا اسلو يسوقنا ولا